فعلا واحد العدد الامور اللي تصاوبوا في هاد الولايه الاخرى كانوا من المطالب ديالنا كشباب. وحزب الاستقلال في البرنامج الانتخابي ديالو ديال 2007 خدا بعين الاعتبار هاد المطالب ووفى في هاد الربع سنوات ب 85% من هاد المطالب. طبعا كشباب كنعتبروا بان هادشي ماشي كافي وتنبغيو المزيد. خصنا نعرفوا بان البرنامج الانتخابي الوحيد اللي يمكن له يطبق هو ديال حزب الاستقلال. علاش؟ لانه تعتمد بواحد الطريقه عقلانيه بالوضوح وبالموضوعيه. ثم خصنا نعرفوا بان جميع المناضلات والمناضلين ساهموا في هذا البرنامج الانتخابي، داكشي علاش كنلقاو راسنا فيه. وحنا كشباب ديما كناديو بالشفافيه والديمقراطيه الداخليه في الاحزاب. خصنا نعرفوا بان حزب الاستقلال هو الحزب الاول اللي اعتمد على التصويت السري ملي تيجي شكل الهياكل ديالو الداخليه. واحسن دليل على هذا هي طريقه الاختيار ديال اللائحه الوطنيه ديال الشباب والنساء اللي دارت بالديمقراطيه المطلقه وبشهاده الجميع. اذن الاخوان، الا بغينا الامور تغير حقيقيا خصنا اولا نمشيو نصوتوا بكثافه، وثانيا نصوتوا على الحزب اللي عنده مصداقيه، اي حزب الاستقلال.